هنا فكرة المسؤولية المشتركة، الخروج من الفقر هو مسؤولية مشتركة ما بين الحكومة وما بين الأسرة. فحضرتك مسؤول إن أولادك يبقوا في المدرسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%. الحاجة التانية إنه محتاج إنك توديهم الوحدة الصحية 3 مرات في السنة، يكون جدول تطعيماتهم مكتمل ويكون في متابعة لنموهم، وبالتالي في ملف صحي للأسرة. الاثنين دول مرتبطين بعدد سنوات الأولاد في المدرسة، يعني اللي في ثانوي 100 جنيه واللي في إعدادي 80 جنيه واللي في ابتدائي 60 جنيه.